أنا البناء التجاري زي الكوفة من أقصى البلاد التي في الوحدة. على كل هي نقطتين هامتين، لأن هذا عمليتين مع فتش تقدم كبير في الميدان نظرا لإجراءات معقدة اللي كانت معمول بها. نذكر في الإجراءات المعقدة هذه خاصة بالبناء الجاهز، وكان في تعهد أننا نفكر في تسهيل الإجراءات. الهدف تاعنا أننا ننتهي من هذا الملف ونطويه، يعني من 2000 ل 1980 نظن باللي جاء الوقت باش ننهي بصفه نهائيه. بصفه مختصره، كان فيه اعانه ماليه جديده اعطيت واسندت للمواطنين تاعنا في 2008، اللي رفعت هذا المبلغ تاع الاعانه الى 128 مليون سنتيم. الاشكال اللي كان مطروح في اطار 128 مليون سنتيم ما كانش تتمد مباشره وكليه لبناء السكن، فيها 20 مليون كانت تتمد للدراسات. هذه كان المواطن لازم يدفع هي تولي 100 ملايين فيها انضم تم ملايين فيما يخص الدراسات تاع الارضيه وتاع مركز المراقبه سي تي سي. هذا المواطن كان لازم يدفع. كنا ندفع المبالغ الماليه تاع الاعانه 28 مليون في المرحله الاولى، 28 مليون في المرحله الثانيه، و14 مليون في المرحله الثالثه. هذا نقاط، اذا كان فيه اشكال اولا قبل كل شيء.